صعود جديد وبربعية كاملة ليخسر الفيصلي مباراته الثالثة على التوالي. الفيصلي في نفس عدد الماتشات ده الموسم اللي فات كان فايز 4 مرات ومحقق 13 نقطة. الفيصلي الموسم ده محقق 4 نقط بس. من ناحيته فالتعاون فاز في ماتشين بس من 6، لكن مش أي ماتشين ومش أي فوزين، ده 5 على الاتحاد و4 على الفيصلي. لما نيجي نروح للمباراة هنجد إن في لقطة كانت هي المنعطف، طلال العبسي. في اللقطة دي الفيصلي كاد أن يبدأ بالتسجيل عن طريق روجيريو، ولكن طلال العبسي في لقطة كبيرة جدا 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 بينقذ فريقه، وبعد ما بينقذ فريقه بيخليه مش متأخر في النتيجة، بيخليه متعادل بل ومؤهل للمكسب. لما نيجي نشوف ما بعد ما فعله طلال العبسي سنجد ان الكره لجهاد الحسين بيعمل اسيست لهيلدن جول. بالمناسبه الاسيست ده مع الاسيست ده امام الاتحاد هما الاسيستين لجهاد الحسين الموسم ده، وبالمناسبه برضو فجهاد الحسين ب 44 اسيست بيتساوى مع تيسير الجاسم في المركز الثاني خلف الموست اسيستر في تاريخ الدوري المحترفين يحيى الشهري ب 47 اسيست. روجيريو اللي ما كانش فيه اي خطوره للفيصلي هو مش مرتبط بيها. روجيريو في اكتر من لقطه في اكتر من مناسبه كان يقدر يسجل، بل انه سجل وكان ممكن يخلي نتيجه الفيصلي في المباراه افضل من كده. لقطه طلال العبسي كانت اصلا فرصه لروجيريو، ولو ما كانش طلال كانت بالتاكيد هتبقى جول. روجيريو زي ما احنا شفنا وبنشوف هو دايما الخطوره، هو دايما المساحه الجيده، هو اللي بيجيب فاولات في اماكن جيده للفيصلي، لكن الفيصلي ما قدرش ابدا يستغل اي شيء رغم الانطلاقه الهائله من روجيريو وبيضيع. شفت الكابتن ماجد صح؟ عارف الكابتن ماجد صح؟ فاكر بقى الكابتن بسام اللي كان بيشوط الكوره في الموجه ده؟ هو ده طومبا الكابتن بسام. اخبط فيه مهما تخبط فيه مفيش فايده، هو اقوى جول. كابتن بسام حلو قوي في العارضه في المقص. الكابتن بسام لما هينط هنا مفيش حد ابدا اقوى منه. طوامبا في العارضه تاني متوحش، فعلا متوحش. امام الاتحاد الكابتن بسام كان صعب جدا على احمد عسير يلتحم معاه لانه قوي جدا، قوي قوه مفرطه، عربيه نقل بتجري في الملعب صعب جدا انك تدخل فيها وما تتقلبش انت من على الدائري. بالاضافه للكابتن بسام فهناك الكابتن هيلدن. هيلدن اللي بيعمل ثنائيه مرعبه مع توامبا في هجوم التعاون. هيلدن هنا هو اللي هيقطع القريبه، وقبل ما المدافع ياخد باله كان هو سرق المساحه وسرق الجميع وسجل الجول. هيلدن هنا هو اللي هيستلم الكوره ويحطها في الشبكه قبل حتى ما يشوفها مصطفى ملائكه. استلم بيمينه وفي لحظه بشماله ملائكه بلا رياكشن والكوره خارجه من الشبكه. هيلدن هنا وامام الشباب 1-1 بيعدي لجون. هيلدن هنا وامام الاتحاد من زاويه صعبه بيسجل الجول. ان كان توامبا مهم جدا فهيلدن لا يقل اهميه ابدا عن توامبا. زي ما شفنا وبنشوف وهنشوف توامبا وهيلدن هم عنوان التعاون من اول الموسم. توامبا 4 أهداف وهيلدن اللي سجل جولين اصبح هو كمان 4 أهداف ليتساوى مع توامبا. الثنائي بالمناسبه سجل 8 أهداف من اصل 12 هدف سجلهم التعاون الموسم ده. الاكثر في التمريرات الصحيحه في المباراه بين الفريقين كان لاعب خط وسط التعاون الرائع ساندرو ايمانويل ب 76 تمريره صحيحه من اصل 84. مباراه كانت تحت عنوان اللي يسيب المساحه لهيلدن وتوامبا شجاع بس لا يزعل.